الصعب لك تشبك فشين شي عدوك في الاتليه تبسيمة والعرق ليه هذه هي الكاميرا كاشيه ولا لا 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 اجا وعمل طلا وشوفوا ملا عاملة في الكاميرا كاشيه اهلا بك يا ماما رمضان يحب اللمة والضحكة اللي عنا كل كاتسوكات باشيه ولا لا 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 سامحني يا حما ولا لا 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 اضحك خليها لا لا وكيما جيت تجي فريق الكاميرا الخفية اليوم انصب فخ جديد. تخيل روحك تمشي لافاج باش تغسل كهربتك، ترجع باش تاخذ الكهرباء تلقاها تبدلت وليت كاميون. شوفوا ردة فعل المواطن اللي جاب كهربته لقاها تبدلت. أهلا بيك بس خويا صح بخير راني خارج تتلق لقان خارج تعرس شنو هي في احترامتك جبت الكهرباء بيان بكري خويا شنو هذا مدي دي ماركس امشي عاد اعطيني مفتاح الكهرباء يا خويا والله يجيك المخوي خرني دخل بس جا خلبزني كنت الحرام صلي على النبي صاحبي ما كان نار دانس فيه قال لي برا سمك نعمل بها دور هي وغلوتني يا غالي جبت الكهرباء بكري رجع لي كرهبتي خويا مش باس تفادلك ولا تحكي بالرسم لا ما نحكي معاك بالحق ما تو نمشي له عرفتوا نمشي له انت فاش تحكي صاحبي انت تفادلك وتحكي بالرسم ولا تفادلك هذو اكل اللي تفرم فيها بالغله هذاك المره اللي فات تاكسي دور هذيك ما نمليش فيا صاحبي انا جبت لك حاجه ترجع لي حاجه اخي رجع لي عرفتوا ولا لا نحكي عليها واحده تاع حديد كل حديد تعمل لي جايب لك بيه خويا انا رجع لي سيدي ماكس كيف خشوع ليه مش كيف صاحبي يرحم والديك جيب لي مفتاح كرهبتي وجيب لي كرهبتي تاو نفهم اسمعني ما انا سمعك صاحبي جيب لي مفتاح كرهبتي ما فهمتكش خاطر انت تحسك تفادلك ولا ما فهمتش لا لا فادلك لا شيء صاحبي انا مدلك مفتاح ازرق لونه ازرق مرجع لي شيك في حديد هيا جيب لي اعطيني كرهبتي ايش كلمه انا استنيتك لهنا اسمعني هو جبت في سلاح راه تبديل السروج فيها راح بدل انت وين نهار نهار يرجع لك يا دي صلي على النبي يا صاحبي انت تحكي بالرسمي ولا اسمعني يدي سايب يا طحون لا يا بش يدي كلمه طاو يدي كلمه طاو صاحبي علاش كلمتي علاش انت راجل كبير تحب شكون يطيح لك قادرك لهنا يرحم والديك ما تدي كرهبتي لحظه بركه صاحبي انت دار فيك تفادلك هاي لحظه بركه صاحبي سلي على النبي لحظه مش وريك برشا حكايات عمرك ما شفتها في حياتك الو وينك حسين برسم ما كاين شي جافيس علي في اللافاج تاع احمد مسلسل نفس عام يجيني فيس عبد الله سلي على النبي يا اخويا سلي على النبي ساعه ما غنمش على تليفون يجيني تاو سلي على النبي هاي استهدى بالله ما عادش تحكي معايا جمله انت تاو جايين الاولاد خويا ما تحكي معايا حتى حكايه او جايينك الاولاد دورت فيهم اخويا تجي الاولاد انا ما عادش نحكي خاطر ما نحبش طيح لك قدرك ما نحبش ندخل معاك فك المواضيع كان تلقى سمع فيك في الكلام انا هاو جاي خويا هات او صاحبي تخرجها تو الكهرباء ما يهمنيش فيك هاو جاي له تو تخرج الكهرباء شد روحك بهذه اللي تجيب شد روحي بحتى شيء مد جرد حديد مد الكهرباء بيام جايب حديد راني جايب ما فهمتكش فاش تعمل كيفاش تعمل تو ما عندي كهرباء قلت لي 40 دقيقة جاي لك من بعد ساعة ساعة ونص خليتك على راحتك خرجت نظيفة كيف ما عادش تحكي تو شو خبرك وسع بالك تشبك فشين شي عدوك في الاتليه تبسيمة والعرق ليه هذه هي الكاميرا كاشين وانقلب السحر على الساحر لأسعد سليمان الممثل عنده فوبيا من الكلاب هذاك علاش نسقنا مع السيد صاحب الكهرباء وجاب له فريق كامل مجهز بالموتورات وبالكليب شوفوا ردة فعل الممثل اللي كان في باله يعمل في كاميرا كاشي اكتشف اللي هو ضحية الكاميرا الخفية اسمعني سالي على النبي سالي على النبي تنجيك كهرباء سالي على النبي تنجيك كهرباء يا بجيك كهرباء يا واجدي يا واجدي يا واجدي بعد الكلب عشوي بعد الكلب مش عدت الكهرباء
يا ودي كاميرا كاسي يا ودي كاميرا كاسي كاميرا كاسي وسع بالك تشبك فشي شي عدوك في لاتلي تبسيمة والعرقلي هذي هي الكاميرا كاشي ولالا لالا إجا وعملت الله وشوفوا ملا عاملة في الكاميرا كاشي أهلا بك يا ماما رمضان يحب اللمة والضحكة اللي عنا كل كاتسو كاتباشي